معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية لك دكتور، إذن يعني رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ذكر ما تم افتتاحه من مشروعات تنموية وخدمية في شبه جزيرة سيناء إلى الآن، والهدف طبعا هو جذب المزيد من الاستثمارات وأيضا يعني تقديم خدمة متميزة للمواطنين في هذه البقعة الغالية على المصريين. الحقيقة أنه يعني القيادة السياسية الدولة المصرية دكتور محمد اهتمت اهتمام بالغ يمكن بمنطقتين ما كانش عليهم الضوء في فترات سابقة، بالصعيد وسيناء. هذه المرة نتحدث عن سيناء وهذا التطور المذهل الهائل في المشروعات القومية التي تقام على أرضها. ما رأيك في كل ما تم حتى الآن؟ تحياتي لسيادتك يا فندم والسادة المشاهدين. هذا الموضوع يعكس عدة حاجات. أولا أن هناك التنمية لم تعد قاصرة على المدن الكبرى في القاهرة والإسكندرية وعواصم المحافظات، ولكن التنمية اليوم تمتد إلى كافة ربوع مصر. وعندما نأتي إلى سيناء، هذا الجزء العزيز على كل قلب مصري وعربي، وأنها عبارة عن تلت مساحة مصر، وكانت عبارة عن مساحة ربما هي عزيزة علينا كانت تحت الاحتلال لكنها تمثل تلت مساحة مصر. هنا بيقول لي الآتي، بيقول لي ان انا ده هناك الدوله عايزه تربط سيناء باعتبارها كانت جزء منسي او جزء غير مهتم في الفتره الماضيه، وتصبح قاعده انطلاق اساسيه في الاقتصاد الوطني من خلال مشروعات قوميه ومشروعات صناعيه ومشروعات انتاجيه. لماذا؟ لان سيناء اولا فيها موارد طبيعيه خصبه كبيره، وفيها اراضي خصبه، وفيها مشروعات تنمويه الدوله مخططاها سواء في شرق بورسعيد أو سيناء أو أي منطقة فيها، وده يعمل حاجتين، الحاجة الأولى تقام صناعات وبالتالي تجذب استثمارات، الحاجة الثانية توفر مصادر للأيدي العاملة عشان تقدر تمتص الفائض السكاني وتقدر تمتص أن يكون هناك تعالج مشكلة البطالة. الأمر الثالث والأهم من ذلك أنه هو عندما يكون هناك مشروعات إنتاجية في داخل الدولة المصرية فإن في هذه الحالة بنساعد في معدل النمو الناتج المحلي وبنوفر فرص عمل. أيضا كمان هناك تحت داخل تحت مظلة أساسية وهو التنمية المستدامة، بمعنى أن يكون هناك مشروعات لهذا الجيل وحماية المشروعات الأجيال القادمة، وأن تصبح سيناء قاعدة صناعية وقاعدة إنتاجية وقاعدة زراعية ونستفيد بها. هذا الأمر حصل من خلال عدة حاجات. أولا اهتمام الدولة بفتح الطرق والأنفاق اللي دمت في على أرض سيناء، والنهاردة عندنا تقريبا أكثر من 5 أنفاق موجودين كانوا صحيح غير موجودين، والرئيس السيسي افتتح نفق الشهيد أحمد حمدي 2 أيضا، تطوير نفق الشهيد أحمد حمدي وفتح النفق 2 والأنفاق اللي موجودة. هذه الأنفاق تساعد على جذب على حركة التجارة وحركة التبادل وكثرة الإمداد السلعي وانتقال السلع من الشرق للغرب، وبهذه الحالة تعود سيناء إلى حضن الوطن ودفء الدافئ، وبالتالي تستطيع الدولة المصرية أن تستفيد بها وما كان يعاني منه المواطن السيناوي أو المواطن في الجهة الأخرى عندما يسافر هناك أصبحت الأمور ميسرة. وأعتقد أن فاق النهارده 24 ساعة أي حد بيمر هناك بيرى ذلك الأمر. ويمكن هو ده الجديد أيضا يا دكتور محمد، يعني في الماضي ليس بالبعيد كان الاهتمام بسيناء بينصب يعني في شق واحد فقط، السياحة، المنتجعات السياحية، جذب السياحة إلى سيناء، هذا أمر غاية في الأهمية، ولكن أيضا هذه المنطقة تتمتع بمقومات أخرى، وهذا ما أدركته القيادة السياسية. القيادة السياسية قرأت أو استطاعت أن تقرأ الخريطة المصرية وبوعي وطني فائق وبالتالي رؤية وطنية، استطاعت القراءة أن تدرك أن أرض مصر خصبة وأن كل منطقة في أرض مصر صالحة للإنتاج وصالحة للاستثمار، وبالتالي هناك فرص استثمارية. سيناء أرض غالية، أولا فيها رمل من أفضل أنواع الرمال، فيها بترول، فيها صناعات تعدينية، فيها سياحة، كمان فيها أراضي صالحة للزراعة كثيرة، وبالتالي منطقة متكاملة في الصناعات. أيضا هناك فرصة ورؤية كاملة لأرض سيناء من خلال منطقة قناة السويس وتوطين الصناعة والصناعات الكبيرة سواء بالتعاون مع الدول الكبيرة كالمنطقة الصينية أو المنطقة الأمريكية أو المنطقة الروسية أو المناطق العربية. هذا الأمر عندما يكون هناك
بالرؤيه والخطه اللي موجوده بهذا الشكل تنتقل في ضوء تحول الاقتصاد الكلي والرؤيه للاقتصاد الوطني على الا يكون هناك ننطلق من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد التخليقي، وننطلق في هذه الحاله تكون قاعده صناعيه. ايضا هنا هيكون هناك صناعات توصيل، صناعه زي صناعه السيارات، صناعه السفن، صناعات كثيره جدا في هذه المنطقه. هذه ارض خصبه للتنميه، وكانت مساحه كبيره جدا من ارض مصر كانت مطمع للاعداء واحنا اهملنا وكان فيها الارهابيين. النهارده مصر طهرت هذه الارض الطاهره من الارهابيين ومن الاعداء، وجاء وقت ان تكون هذه الارض مكان لجذب السكان وان تجذب حوالي 4-5 مليون نسمه من الدلتا وغيره، ويكون تجمعات سكانيه كبيره، وهناك منطقه المليون وحده سكنيه، المنطقه المليونيه، ومناطق كثيره جدا هناك تنميه على ارض سيناء. ربما اللي يروح هناك بيشوف ارض سيناء النهارده في 21 مختلفه تماما عن 2010 و2011. هناك مشروعات، هناك مشروعات صرف صحي، هناك مشروعات تحليه مياه، هناك طرق جميله وطرق جيده للانتقال لمسافر رايح العريش او لمسافر رايح شرم الشيخ، بيشوف الحاجات دي كلها. سيناء النهارده اصبحت منطقه جذب سكاني ومنطقه صناعيه ومنطقه تنمويه في ارض مصر الطاهره. هذا ما كان نتيجه الخطه التي قامت بها الدوله 2030 حتى تكون الاقتصاد الوطني اقتصاد داعم للتنميه ومحقق للرفاهيه الاقتصاديه ومصالح المواطن. ويمكن هي دي الرؤيه اللي موجوده حاليا، يعني تمهيد الارض، اقامه البنيه التحتيه، اقامه الطرق، منظومه النقل الذكيه، كل هذا تحضيرا للاستثمارات القادمه. يعني هذا ما يعني اخذت الدوله يعني بزمام هذا الامر، لم تتركه يعني لاخرين، لانه هي قررت انها تمهد الارض علشان المستثمر سواء كان مصري ولا اجنبي يلاقي البنيه التحتيه موجوده، يلاقي منظومه النقل والطرق موجوده، يلاقي كل مقومات الاستثمار موجوده. الدوله المصريه النهارده استطاعت ان تقرا القراءه الواعيه للاقتصاد الوطني، واستطاعت ان تكون فرص استثماريه، وبالتالي في هذه الحاله المال الاجنبي او الاستثمارات الاجنبيه اصبحت موجوده، والقطاع الخاص انطلق النهارده في التنميه، فاصبحت التنميه ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، ما بين القطاع الحكومي والقطاع الاستثماري، ما بين الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي، كل هذا وضح في مجموعه الطرق ومجموعه المشروعات القوميه اللي موجوده. هناك اعاده لقراءه مصر واعاده اكتشاف للدور المصري او الدور الاقتصاد المصري. هذا تأكد من خلال الوعي الإداري وما تم في تطوير النواحي الإدارية والرؤية الإدارية، والقيادة السياسية استطاعت بقراءة واعية أن تدرك ما هي المزايا التي يتوافر فيها الاقتصاد المصري وكيف يمكن تسويق هذه الفرص، مما أتى بجذب استثمارات ومشروعات قومية كبيرة. ودور القطاع الخاص النهارده في التنميه بقى واضح، وواضح في كل المجالات، سواء واضح في التعليم، سواء واضح في الصحه، سواء واضح في الاسكان. اصبح النهارده في مصر مشروعات قوميه كبيره وايادي تعمل وفرص عمل كبيره وتوطين صناعي على اعلى مستوى وزراعي وسياحه. مصر تقود او تقوم بحمله تنمويه كبيره على ارض مصريه بايادي مصريه وبأموال مصرية وغير مصرية. أنا بشكرك دكتور محمد الشواتفي أستاذ التمويل والاستثمار.